السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتور، شخبارك؟ اهلا وسهلا بك خويا. والله العظيم نحسن لي الشرف، الحمد لله اليوم بك نهضر معك. والله العظيم تقريبا الى كل جمعه كنشد من 10 حتى 12 كنبقى نصوني 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 ما كيكسبش. ودابا نحسن لي الشرف دكتور. والله خويا الشرف لنا، والله يسمح لنا منك اخويا، الله يسمح لنا منك. الوالدين بارك الله فيك، الله يحسن خطواتك، والله يجعل لك في كل خطوه بركه، الله يطول عمرك. الله يحفظك الوالده دكتور، وتعالي الحاره للوالده ديالك الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار الجمعه. اللهم امين اخويا. ويرحم جميع الاموات المسلمين. يا ربي يا كريم يا رحمن. دكتور نعم سيدي. الله يذكرك بخير، الله يرحمك الوالدين. عندي واحد الاخت ديالي انايا ولدت مؤخرا، هذه واحد 3 شهور ولدت، وبولدتها دكتور بحال كتقنط من دارها كتقنط من ولدها، فهمتيني؟ نعم. بدات كتشد اكتئاب، ويعني نعم. الحمد لله ما خصها خير. نعم. دار ولدها ما كتبغيش تردعو، كتسمح في دارها، كتبغي تسمح في دارها، يعني وهي طاجه، فهمتيني؟ دارها ما كتحملهاش، قلت لها دكتور. يا خويا. وخذ واحد السيد طلع رؤيه شرعيه، وخاك الحاله شويه وارتاحت. اييه. ولات عاوتاني المسائل كيف ما كانت. لا اله الا الله يحفظها ويشافيها. وكنبغي نطلب لك واحد الطلب واحد اخر دكتور، وسمح لي انك كثرت عليك، انا راني عارف شنو كاين. مرحبا مرحبا خويا. بغيت النمره ديالك الشخصيه الله يرحم لك الوالدين. وخويا عبد العزيز. الله يفتح عليك، ودعي لي مع الوالد والوالده راهم متفقين، ودعي مع جميع المسلمين، وسمح لنا الله يجزيك بخير. العفو خويا عبد العزيز. كنشكرك على هذا البرنامج، الله يطول العمر ديالك والصحه ديالك، الله يجزيك بخير دكتور. جزاك الله الف خير اخويا، انا غندوزك السي عبد العزيز ستوندار، غادي يعطوك الرقم باذن الله ونتواصلوا فيما بعد، وشكرا لك على التواصل، والله يرحم الوالد والوالده ديالك اللي هم موفيين، اللهم ارحمهم رحمه واسعه، واجعل قبريهما في هذا اليوم المبارك السعيد مزارا للملائكه ورحمه ونورا وضياء. اخي عبد العزيز، الحاله ديال الاخت ديالك هذه كتسمى حاله الاكتئاب التي تصيب النساء في فصول وفي مراحل معينه. هناك المراه اللي كتصاب بالاكتئاب ليله الدخله، وهناك المراه اللي كتصاب بالاكتئاب في فتره الحمل، وهناك المراه اللي كتصاب بالاكتئاب مباشره بعد الوضع، ومنهم من عندها الاكتئاب الله يسترنا واياك يبقى ملازم لها حسب الفصول، اما في فصل الربيع او في فصل الخريف في محطات معينه كيكون هذا حاله نفسيه مزاجيه مرتبطه بها. العلاج قد يكون عند الطبيب المختص في المجال، قد يكون عند الانسان المريض عنده واحد الماده ناقصه من الجسم، واحد الماده اللي تفرز الهرمون ديال الطمانينه وديال السكينه، فهنا يخضع لعلاج طبي ويتناول بعض الأقراص وبعض الأدوية، ومن ثم كيوقع لتوازن في الجسم ويشفى. كتكون واحد الماتير غريز ما كيولدهاش الجسم، أو كيولد واحد الطاقة أخرى مغايرة مضادة فكيوقع الارتباك وكتلقى دائما مضطرب، هذا علاج طبي عند أهل الاختصاص. وقد يكون العلاج ما يحتاج إلى دواء، لأن الطبيب الشاطر في علم النفس هو الذي لا يعطي دواء. معروف عند الأطباء في العالم الغربي في بريطانيا وكندا كيقول لك الطبيب الحاذق في علم النفس هو الذي حينما يشخص المرض لا يكتب لك دواء من المواد الكيماوية، وإنما يعالجك بالكلام، لأن الجانب النفسي معظم علاجه يكون بالكلام، سبحان الله. والفقراء عادة ما عندهم قدرة على أنهم يمشوا عن أطباء نفسيين ودواء قد يكون باهظ، فربي يجعل الكلام ميسر للعلاج. غير هذا الصباح وانا داخل الاذاعه لقيت واحد الشاب اسبوع ما نعسش، اسبوع بكامله. راى واحد الرؤيه وجا واحد مخطاط وقال لي كنقلب، تلاقيت معاه في الباب ديال الاذاعه، والله كلمتين ابتسم وضحك وشرق الوجه ديالو، خاصو غير كلمه. شنو الكلمه اللي قلت ليه؟ هو كان عنده الحرص الشديد، فهمت من الكلام ديالو في عجاله في خمس دقائق يحكي لي بسرعه. مشكلته كانت هي الحرص، ان عنده الحرص على الاشياء، علاش هذه ومال هذه وفين مشت هذه. قلت له غدير سياسه اللامبالاه،
ما تحرصش على الامور الدنيويه كثير، ما تعظمش الدنيا في 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 عقلك وفي قلبك، حتى الى عظمتيها كتحقر عليك وتصير جاثمه على قلبك وكتبقى تخمم وكدي وتجيب. خلي الامور عاديه، شوف الناس القدام اللي احنا عشنا معهم، والله مدارس كتلقى اشياء لم يتعلموها لا في جامعه ولا في معهد، وانما حافظوا على الفطره السليمه ديالهم. انا مره كنرجع للماضي والناس اللي عاشرتهم، ودابا الان واحد عدد منهم مشاو عند الرحمن وكانوا سعداء، كانوا سعداء، ما عندهم لا مشاكل ولا هموم، والحياه طويله وعريضه. ومن بين الامور لم يكن عندهم حرص على الدنيا، كياخذوها غير بالتي هي احسن، اللي جاب ربي مرحبا، واللي مشات كيبتسموا كيقول لك دابا يعوضها مولانا، وكيقبلوا الناس اللي كيتعايشوا معاهم بعيوبهم، لان الاصل ديال الاكتئاب كيتلقى واحد مثلا عايشين معاه بعض الناس فيهم صفات فيهم سلوكات ما قبلهمش، علاش هذاك داخل معايا في الدائره ديالي؟ لو يصيب انه يزيحه، لا خصك تقبل، حنا البشر بطبعنا اجتماعيين، خصك تقبل كل واحد في العائله، كاين المراه اللي ما كتقبلش لوستها، كاين الاخ اللي ما كيقبلش مرت خوه، كاين الجار ما يقبلش جاره، كاين في العمل الزميل ما يقبلش الزميله ديالو، وغير ذلك. لا خصك تقبل كل واحد عاش معاك، قبله كما هو، كيقول لك في عيوب في سلوكات، اي نعم هو بشر وهكذا خلق الله البشر، وينبغي ان نقبله هكذا وننظر في شقه الايجابي، ننظر على ان فيه حسنات اخرى وفيه فيه حاجه اخرى طيبه، ما ننظرش للشق الاسود الشق السيء، غنصب بالاكتئاب فعلا. ففي الغالب سي عبد العزيز ان الاخت ديالك اصيبت ما يسمى بالاكتئاب ما بعد الولاده، كتصاب به بعض النساء، والعلاج طبعا الرقيه كلها خير، الرقيه هي بحال التيليشارجمون، الرقيه كتلاق للجميع، الرقيه خصو يديرها كل الناس حتى اللي ما مرضش يديرها، علاش؟ لان هي من باب الشحن، بحال عندك واحد البطاريه كتخوى كتعاود تشحنها مره ثانيه، كيطلع عندك هرمون السعاده، كيطلع عندك هرمون السكينه، كيطلع عندك هرمون الثقه بالنفس، وكيطلع عندك واحد الهرمون كيخليك متصالح مع نفسك ومع محيطك ومع الكون كله من حولك، وكتكون سعيد، عندك حياه طيبه، ما تشكو اي شيء. اللي سولتي كنا بعض اهل الله اللي هذه صفتهم، كنسولهم واش عندكم شي مشكل؟ كيقول لك عندنا مشكل واحد، ما هو هذا المشكل؟ اننا ما شكرنا الله حق شكره وما عبدناه حق عبادته، هذا هو المشكل الوحيد اللي عندهم. ما يقول لك انا عندي ازمه سكن ولا ازمه نقل ولا ما خلصونيش ولا ما عطونيش ولا داروا لي، ما يتسمعش منه هذا الكلام نهائيا. عنده مشكله واحده في الحياه، كيقول اني لم اعبد ربي حق عبادته ولم اشكره حق شكره. وهذه راه واحد المنهج عظيم، لان اللي كيمشي في هذا الطريق الله تعالى يستحيي ان يصيبه بالكروب، ويستحي ان يصيبه بالشدائد، فيقول يا ملائكتي افتحوا لعبدي نعيم الدنيا، وكتلقاه هو غادي ونعيم الدنيا تابعه، هو ما بغاش ولكن نعيم الدنيا تابعه بفضل الله تعالى. سيدي عبد العزيز قل للاخت ديالك تكثر من الصلاه على النبي المختار، من اجود وانبل الادويه التي تزيل الاكتئاب هو الاكثار من الصلاه على النبي المختار، ومعها ان نستمع الى الامداح النبويه، الامداح النبويه الجميله، راه تبارك الله كاين امداح مغربيه رائعه ممكن نستمع اليها، وكان اليوم عندنا يوم عيد، دائما في الصباح الباكر ملي نفيق نشعل القران العظيم في الراديو او في التلفاز او في الانترنت، نستمع لكلام الله تعالى، ثم بعد ذلك نستمع للامداح النبويه الجميله ونفرح ونقول هذا يوم جديد، هذا عطاء جديد، هذا رزق جديد، ونحرص على ان نفرح ونفرح من حولي. ومع الدربه غتلقى بانك تطرد الاكتئاب وتطرد القلق، لان الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم وطرد الاكتئاب وجلب السعاده يكون بهذه الدربه. فاسال الله تعالى ان يحفظ اختك ويشافيها ويعافيها ويداويها، وقل لها تلتزم باللامبالاه في بعض الاحيان لانها مفيده جدا للحياه. بارك الله فيكم اجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.